أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تيجاني وعنا به، آمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي، يبقى دي من علوم النبوة، أني أنا الغفور الرحيم، وتكلمنا عليها، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذه الواو واو العطف، ولا يتناسب أن نعطف العذاب على الرحمة، يبقى كلمة وأن عذابي دي من الرحمة، يعني ربنا بيقول لهم أنا ما اسميش المعذب، بس أنا عندي عذاب وعذاب أليم في خزائن حفظي، فبيحذرهم عشان ما يوقعوش في الغلط. يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة باطنة. يبقى هو بيعطف رحمة باطنة على رحمة ايه؟ ظاهر. ونبئهم، يبقى اللي جاي من علوم الأنبياء برضه، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذا قصة سيدنا إبراهيم دي قصة عظيمة جدا، والقرآن جه بقصص الأنبياء اللي هي لخبطوها في التوراة والإنجيل والحاجات دي، يعني التوراة ذكرت قصة سيدنا إبراهيم بس متلخبطة، حتى عملوها فيلم حاجة آخر لخبطة، يعني ما بيحترموش الأنبياء. فالمهم بقى لما ربنا بيقول لنا نبئهم عن يبقى قصص الأنبياء دي أو قصصهم من علوم النبوة، من علوم الإيه؟ ما نعرفهاش إلا بإخبار النبوي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. سيدنا إبراهيم طبعا كانت دعوته قائمة على الضيافة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بعتوش لناس معينين، لا، سيدنا إبراهيم هاجر كتير، كان كل حتة ينزل فيها بيعمل مضيافة والناس تيجي تاكل ويكلمهم عن ربنا، اللي يسلم يسلم واللي ما يسلمش ايه، ولا كان حد بيسلم عادي. ومع ذلك برضو كده، بس هو اسمه أبو الأنبياء، محدش أسلم مع أبو الأنبياء، ولاده كلهم كانوا إيه؟ ونبئهم عن ضيف إبراهيم. كلمة ضيف تأتي مفرد وتأتي جمع، يعني تقول ضيف يبقى واحد، تقول ضيف يعني إيه؟ زي بشر، جاءني بشر وجاءني أبشر منا واحدا، وبعدين قال إيه؟ بل أنتم بشر. يبقى كلمة بشر تستعمل في الإيه؟ والواحد بيبقى إيه؟ خلي بالك، إحنا هنتكلم بقى عن دائرة الوجود. دائرة الإيه؟ دائرة الوجود أنك كنت في علم الله القديم وما زلت، ثم خرجت إلى إيه؟ إلى عالم الذر، ثم إلى عالم الأرحام، ثم جئت إلى الدنيا، ثم إلى عالم البرزخ، ثم إلى المحشر، ثم إلى الجنة أو كذا، ثم إلى علم الله مرة إيه؟ دي اسمها دائرة الإيه؟ التي يجب أن يعرفها كل موجود، يعني كل واحد موجود لازم يعرف الدائرة اللي هيمشي فيها. والإنسان حاجة من ثلاثة، يا إما أنت سالك أو عابر سبيل يعني، يا إما أنت ضيف، يا إما أنت أهل. يعني واحد مثلا إيه؟ مسافر، يبقى ده اسمه إيه؟ عابر إيه؟ نزل على ناس ضيف، يبقى اسمه إيه؟ لو قعد بقى معاهم يبقى اسمه أهل، يبقى اسمه إيه؟ أهل، خلاص بقى. فأنت طول ما أنت جاي بقى من علم الله أنت إيه؟ عابر سبيل، كل ده عابر ايه؟ لحد ما جيت الدنيا بقيت ضيف. انت بقيت في الدنيا ايه؟ يعني انت اذا خرجت الى الدنيا اصبحت ضيفا على الله، مؤمن ضيف، كافر ضيف، كفرك لم يمنعك رزقا، ضيف هياكلك ويشربك ويلبسك وكل حاجة وهيقوم على خدمتك، فانت في الدنيا ايه؟ فإذا انتهت الدنيا أصبحت أهلاً،
أصبحت إيه؟ يا من أهل النار، يا من أهل الجنة، يا من أهل الله. يبقى أنت بقى مريت بمرحلة السلوك دي أو عابر السبيل، أنت دلوقتي حطيت إيه؟ بقيت إيه؟ ضيف، ورايح علشان تبقى إيه؟ أهل بقى. فشوف أنت عاوز تبقى أهل مين؟ عاوز تبقى أهل مين؟ آه، تتأهل عند مين؟ تبقى من أهل ولا من أهل ولا من إيه؟ من أهل. والذات اللي هي الروح، روحك اللي هي أصلك، هذه الأصل باقي، يعني الذات باقية، والصور التي تتعاقب عليها فانية. يعني انت في كل مرحلة من المراحل بتاخد صورة، ربنا سبحانه وتعالى بيكسوك صورة. كلكم عار إلا من ايه؟ كسوته فاستكسوني. اه، فربنا بيكسوك وانت في علمه صورة، وانت في البرزخ صورة تانية خالص في بعد اخر، وانت بقى في وانت في الدنيا وانت جنين صورة تانية، ولما تخرج الى الدنيا صورة اخرى، ثم انشأناه خلقا ايه؟ صورة جديدة. كل ما تكبر ربنا يديك صورة. يعني هل وانت شاب زي ما انت لسه جنين، ولا الصورة اختلفت؟ اه، خدت صورة جديدة، بقيت شيخ كبير خدت صورة تانية خالص، مش كده؟ بتتبدل الصور عليك، وذاتك ايه؟ واحدة. تروح بقى عالم البرزخ تاخد صورة جديدة خالص، والصورة التانية دي راحت، انت في بعد اخر. اللي في البعد الاعلى يشوف اللي في البعد الايه، وانت في اللي في البرزخ يشوفوك وانت ما تشوفهمش، وانت ايه؟ البعد بتاعهم اعلى. كل بقى صورة اهل الله يرون الجميع، اهل الله يرون الايه؟ ولا يراهم الا الله. بس كده. وتختلف عليك الايه؟ حتى في الجنة يا اخي، لما تروح الجنة تلاقي سوق اسمه سوق الصور، ليس فيه الا الصور للرجال وللنساء. اي واحد يدخل يلاقي صور كتير، اختار اي صورة يدخل فيها، والست برضه تختار اي صورة عجباها تدخل وترجع، جوزها يبقى عارفها، لان الذوات لا تتغير، الذوات اللي هي الاصل، اصلك ما تتغيرش، اصلك اللي انت عايش بيه هنا هو اصلك اللي كنت بيه في علم الله، هو اصلك اللي هتروح بيه الجنة، هو اصلك هو انت، انما الصور تتبدل ايه عليك. فالصور ضيوف على الاصل، يبقى انت اصلك هو الاصل، والصور ضيوف عليك، تيجي لك صورة وبعدين تروح، وتجي لك صورة تانية، وانت في الجنة تدخل اي صورة وبعد كده تروح اي صورة. ونبئهم عن ضيف ايه؟ ابراهيم. يبقى انت هنا ايه؟ ضيف. ازيك يا ضيف؟ بس خلي بالك، الضيف اي نعم بيكرم، بس لازم يحترم ويستأذن من المضيف. يعني ما ينفعش الضيف كده يروح داخل اوضه النوم بتاعه المضيف بتاعه، لا، يبقى فيه ادب، يبقى فيه ايه؟ تاكل وتشرب وحنريحك على الاخر، بس انت مش عاوزين منك غير حاجه واحده، ايه؟ الادب، انك تبقى متادب. انما لو ما تادبتش هيقول لك يلا مع السلامه، يعني تتادب في الضيافه، يعني خليك معتبر. سيدنا ابراهيم، عشان ايه نمشي معاه واحده واحده من سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم عليه السلام ولد في جنوب العراق، جنوب ايه؟ واصبح فتى وتزوج، وكان عنده اخ، والاخ ده كان عنده ولد اسمه لوط عليه السلام. فلوط هو ابن اخ ايه؟ وكانوا يعيشون في هذه الايه، وراح ربنا منبئ سيدنا ابراهيم، نبئه
وأرسله، دخلوه النار، عملوا له نار ودخلوه وخرج. وبعد ما خرج من النار سيدنا لوط آمن به، يبقى وراح سيدنا إبراهيم واخد السيدة سارة وسيدنا لوط وهاجر إلى فلسطين. وهاجر إلى إيه؟ وقعد يدعو الناس في فلسطين. وبعدين هاجر مرة أخرى إلى مصر، وكان في مصر الهكسوس، يعني كان ما فيش فراعنة، كان اسمه الملك. فالملك أهدى السيدة سارة ستنا هاجر، وكانت ذات شأن عندهم، يعني كانت يعني حاجة. فراح سيدنا إبراهيم، رجع هو وسيدنا لوط وستنا سارة وستنا إيه؟ إلى فلسطين. رجعوا إلى إيه؟ وهم ماشيين في السكة سيدنا إبراهيم أرسل سيدنا لوط، جعله رسولا، أرسله إلى جنوب البحر الميت سدوم وعمورية، قال له ادعوا هؤلاء القوم، فبعثه رسولا فأصبح إيه؟ رسولا. بقى فاضل سيدنا إبراهيم وستنا سارة وسيدنا إيه؟ قعد بيهم في فلسطين، وستنا سارة أهدت سيدنا إبراهيم السيدة هاجر، فخلف منها سيدنا إيه؟ إسماعيل، وهو طفل رضيع. ربنا أمره، ربنا أمره. أصل هما بقى هناك يقول لك ستنا سارة غارت من ستنا هاجر، هذا كلام إسرائيليات. ربنا أمر سيدنا إبراهيم، قال له خد ستنا هاجر والرضيع وامشي بيهم وسيبهم حيث أشرت عليك. فسيدنا أصيرة كانت غيرة، كان عادي ممكن يوديهم قرية جنب القرية وخلاص، مش كده ولا ايه؟ هي مش غيرة. فكل ما سيدنا إبراهيم بقى ماشي في الصحراء ينزل بقى في حتة معشوشبة كده وفيها، يقول يا ريت أنزل بقى هنا يا رب، بقى ربنا يأمرني إيه؟ يقول له لأ، امشي امشي، لحد ما راح صحراء قال له ها هنا بقى سيبهم هنا، هنا سيكون البيت الإيه؟ العتيق، سيبهم هنا بقى. فطبعا استغرب سيدنا إبراهيم، حسبهم هنا؟ سابهم لله ومشي. وبعدين بقى لما اصبح بعيدا على مرمى البسر قال رب اني اسكنت من ذريتي، يعني سيدنا ابراهيم عارف ان هيبقى له ذريه تاني، رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ايه، طبعا وقلبه بيتقطع يعني. ورجع سيدنا ابراهيم بستنا ساره، وبعد مدة لما كبر بقى سيدنا إسماعيل شوية، راح سيدنا إبراهيم رجع راح مكة تاني، وبنى مع سيدنا إسماعيل البيت الإيه؟ وطاف حول الكعبة هو ومين؟ هو وستنا سارة وستنا هاجر وسيدنا إيه؟ وأمره الله بذبح إسماعيل، وحدث ما حدث. فسيدنا إبراهيم لا يقنط من رحمة الإيه؟ سيدنا إسماعيل عنده إيمان إيه؟ راسخ. سيدنا إبراهيم إيمانه كان إيمانا راسخا في الله سبحانه وإيه؟ وتعالى. سيدنا إبراهيم بقى نشوف بقى القصة بتاعته بقى. المهم بقى جم الملائكة بقى بعد بقى ما هو بقى رجع إلى فلسطين، جم بقى الملائكة عشان يبشروه بسيدنا إسحاق إنه هيخلف سيدنا إيه؟ ومن وراء إسحاق إيه؟ هنشوف بقى. هما دول بقى ضيفوا إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. طبعا القصة هنا غير القصة في سورة الزاريات، قصة سورة الزاريات فيها تبجيل وترحيب بالضيوف، وانه قالوا له سلام، قال لهم سلام، ودخل جاب لهم عجل حنيز، كل ده وهو ما يعرفش ان هم ملائكة.
واخد بالك؟ سبحان، عشان تعرف الفرق بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابراهيم. سيدنا النبي كان يعرف، سيدنا جبريل يجي على شكل ايه يعرف على طول، مش لازم يقول لنا، لا يعرفه. هنا بقى القصة فيها خوف، بيوضح الخوف اللي نزل على سيدنا ابراهيم من هؤلاء الضيوف. فهنا بقى ما فيهاش بقى ايه التبجيل على طول، هنا بقى اذ دخلوا عليه. كلمة اذ دخلوا دي اذ ظرف مفاجئ، يعني هم بالليل وفي وقت ما فيهوش زيارة ما فيهوش ضيوف، ودخلوا عليه بلا اذن. ملايكة بقى عادي، اذ دخلوا عليه وجاب لهم اكل ما رضوش ياكلوا. اصل العرب زمان لما كانت يعني ايه حد يجي ويقدموا له اكل وياكل يطمنوا، عشان ده مكان من اكلهم يبقى ما مش هيصيبوا ضرر. سيدنا ابراهيم عمل كل ده وجاب لهم العجل وما بياكلوش، قال بس دول ناويين على ايه. هنا بقى اختزلت القصه، فبيقول ايه اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال ان منكم وجلون. قال لهم كده احنا خايفين منكم، مش انا بس، انا واهل بيتي انتوا مين؟ ان منكم ايه؟ قالوا لا توجل. قالوا ايه؟ خلي بالك بقى، قالوا ايه؟ لا توجل. إنا نبشرك بغلام عليم. فهم بشروه بغلام ولد يعني، وأنه سيكون نبيا، غلام عليم سيكون إيه؟ نبيا. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. يعني بيقول لهم البشارة دي جميلة قوي، بس هل هتتحقق وأنا كبير كده ولا هرجع شاب؟ يعني هل سأعود شابا ولا وانا كبير كده؟ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني هتبقى بالطريقة ازاي؟ أنا عارف بس ايه هي الطريقة؟ كلمة بقى ايه؟ فبما تبشرون؟ كلمة ايه؟ بما ديت سؤال، قد يكون سؤال إنكاري، يعني بتبشروني بإيه؟ فبما تبشرون؟ وقد يكون تعجبي، فبما تبشرون؟ طريقة بقى الكلام هي اللي تبين لك ده إنكاري ولا إيه؟ أهي دي بقى لا تنفع مع سيدنا إبراهيم ولا دي تنفع مع سيدنا إبراهيم. أمال فبما دي إيه؟ قال لك ده سؤال تلذذي استطيابي، يعني هو البشرى استطابها واستلذها فعاوز يسمعها كمان مره. فبما تبشرون؟ يعني قولوا لي تاني، قولوا لي تاني. ولذلك هم قالوا له تاني، قالوا بشرناك. يعني ايه؟ يعني قالوا بشرناك بالحق، يعني هو بيستطيب ويستلذ الايه؟ انما لا بيتعجب ولا بينكر. هما بقى بيقولوا له ايه؟ فلا تكن من القانطين. قال لهم مين قال لكم ان انا قانط؟ قال لهم لا انتوا ما فهمتونيش، انتوا ايه؟ قالوا لا ما احنا مش قصد. هما بقى صلحوا بقى، قالوا ما احنا مش قصدنا يعني القنوط، اللي هو يعني اصل مش لازم لما حد يؤمر حد بحاجه يبقى هو كده. يعني لما ربنا يقول فلا تطع الكافرين، مش معناه ان هو اطاع الكافرين، مش كده؟ فلما هو يقول ينهى حد عن حاجة مش معناه ان هو عمل الحاجة. فبيقولوا فلا تكن من القانطين. قال لهم قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. يعني ما انا عارف، يعني ما انت هتقولوا لي ومن يقنط من رحمة ربه الا ليه الضالون؟ ما سيدنا جبريل جاله في النار وقال له الحق نفسك. قال له ايه يعني اعمل ايه؟ قال له يعني ما تطلب، يعني مش عاوز حاجة مني أعملها لك؟ يعني كان سيدنا جبريل يقدر يشيله من، قال له أما منك فلا.
أما من الله فعلمه بحال يغني عن إيه؟ قال له أما منك فإيه؟ قال له طب اطلب من ربنا. قال له علمه بحال يغني عن إيه؟ فعلم سيدنا جبريل حاجة. قال طبعا سيدنا إبراهيم عنده فراسة. قال لهم انتوا مش معقول يعني 10 ملائكة جايين عشان يقولوا لي ان يعني ان هيجي لي ولد، فما خطبكم ايها المرسلون؟ انتوا جايين لايه بالظبط بقى؟ فما خطبكم ايها الايه؟ قالوا يعني هم جايين قالوا له السر. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط. يعني هو قالوا احنا رايحين لقوم، قالوا اوعى تكونوا رايحين لقوم لوط. قالوا اه فعلا. قال ان فيهم لوطا. قالوا نحن اعلم بمن ايه ده هتوصينا ده. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. شفت قدرنا ديت؟ قدرنا دي يعني كل شيء مقدر، ربنا هو اللي قدر انها تكون من الايه؟ من الغابرين. يعني الايمان اللي في قلبك ليس ايه؟ ليس اكتسابا ذاتيا. الايمان اللي في قلبك ده ربنا هو اللي زينه في قلبك ويستطيع ان يرفعه في ايه؟ اي لحظة. اللهم اجعل ادم علينا نعمة الايمان يا رب. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. يا سلام، سيدنا لوط كان في أزمة شديدة لما جالوا الضيوف دول عشان عارف إن قومه، ولذلك قال إيه؟ قال إنكم. سيدنا إبراهيم ما قالهاش. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قوم منكرون. قال إيه؟ قوم منكم. ما قالش انكم، لان سيدنا ابراهيم ما كانش في ازمه. قال قوم ايه؟ انما سيدنا لوط قال قال انكم قوم ايه؟ انما سيدنا ابراهيم قال لهم انتوا ناس غرباء على كل حال، مش قصدكم بالذات يعني، مش انكم. قال لهم قوم منكرون. سلام قوم ايه؟ منكرون. إنما هنا قال إيه؟ فلما جاء قال إنكم قوم منكرون. برضو سيدنا لوط شك فيهم. يعني سيدنا إبراهيم وهم أول ما دخلوا بقى ما قالوش لسيدنا إبراهيم إحنا ملائكة يعني. يعني هم كان أول ما دخلوا قالوا له إيه؟ إحنا ملائكة مش كده ولا إيه؟ هم ما قالولوش كده، هم فاكرين إنه عارف يعني، يعني عادي. فلما لقاه بقى راح جاب لهم عجل قالوا له لا ده احنا ملائكة بقى، انت مش عارف ان احنا ملائكة. انما لو كانوا عارفين ان هو عارف ما كانوش يعني كلفوه انه يروح يجيب ايه. انما هو فراغ الى اهليه، اول ما دخلوا قال لهم اتفضلوا، راح سابهم وايه فراغة. راجل كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تجاني وعنا به آمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي، عبادي من علوم النبوة، أني أنا الغفور الرحيم، وتكلمنا عليها، وأن عذابي هو العذاب الأليم،
وهذه الواو واو العطف، ولا يتناسب أن نعطف العذاب على الرحمة. يبقى كلمة وأن عذابي دي من الرحمة، يعني ربنا بيقول لهم أنا ما اسميش المعذب، بس أنا عندي عذاب وعذاب أليم في خزائن حفظي، فبيحذرهم عشان ما يوقعوش في الغلط. يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة باطنة. يبقى هو بيعطف رحمة باطنة على رحمة ايه؟ ظاهر. ونبئهم، يبقى اللي جاي من علوم الأنبياء برضه، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذن قصة سيدنا إبراهيم دي قصة عظيمة جدا، والقرآن جه بقصص الأنبياء اللي هي لخبطوها في التوراة والإنجيل والحاجات دي. يعني التوراة ذكرت قصة سيدنا إبراهيم بس متلخبطة، حتى عملوها فيلم حاجة آخر لخبطة، يعني ما بيحترموش الأنبياء. فالمهم بقى لما ربنا بيقول لنا نبئهم عن يبقى قصص الأنبياء دي أو قصصهم من علوم النبوة، من علوم الإيه؟ ما نعرفهاش إلا بإخبار النبوي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. سيدنا إبراهيم طبعا كانت دعوته قائمة على الضيافة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بعتوش لناس